جمهور فاعل خير كله على فكرة. طيب كتبت بيان انت وزوجك بعد ما اقحم اسم الممثلة نسرين طافش بسبب طلاقكم، يعني كمسببة لطلاقكم. هي أذت أشخاص من الناس المقربين لإلي كتير. مين مثلا؟ أختي وديما بياعة. أختك وديما بياعة، فأنت هذا بتشوفي؟ أنا ما بيناسبوني هدول العالم اللي بيقصوا. مين بتستفزك أكتر وحدة من النجمات بتكريماتهم؟ أكتر وحدة نسرين طافش، يعني مثلا اتجهت لغير اتجاه الغناء، ردت لعالم الأزياء، وحجم أعمالها بيكون أقل من الدعوات.